بالنسبه ليا كنظن ان السينما المغربيه شجاعه لانها مناضله، يعني السينما المغربيه كتناضل باش تبقى موجوده في خضم انه كاين كنعرفوا المشكل الاساسي ديال السينما المغربيه هو قله القاعات اللي تقريبا انعدمات، يعني ما كاينش تسويق ولا ما كاينش سوق ما كاينش سينما، ومع ذلك السينما والسينمائيين المغاربه كيناضلوا ومازالين مصرين على انهم يكون عندهم وجود وانهم يقدموا الافضل والاجمل. وانا يعني متفائله دائما، كنقول انه مادام كاينه اراده حقيقيه اننا نطوروا هذا الميدان ونطوروا بلادنا، كنظن اننا خصنا نبقاو في هذا المسار. واللي كيسعدني هو انه كاين واحد الجيل الجديد، كاينه لا غوليف، وهذا الشيء كيفرح.